السلام عليكم ورحمة الله، معكم سيد من قناة أبدع واستمتع. النهاردة بنتكلم عن جوجل كلاس روم. إيه هو جوجل كلاس روم؟ باختصار إن أنت تقدر تعمل فصل مدرسي من أي مكان في العالم ولأي مجموعة من الطلاب. طبعا في ناس فاهمة إن جوجل كلاس روم متخصصة بس بالمدارس، طبعا ده مفهوم خاطئ. جوجل كلاس روم ديت متخصصة بالتعليم بشكل عام، يعني أنا كراجل ولي أمر ممكن أعمل كلاس روم لأولادي، اعلمهم فيه حاجات وابعت لهم مواد دراسيه وابعت لهم حاجات تعليميه. فاذا الجوجل كلاس روم هو منصه تعليميه لاي حد في العالم. انت كرب اسره ممكن تعمل منصه تعليميه لاولادك، ممكن تعملها لجيرانك، ممكن تعملها لقرايبك، ممكن تعمل فصول تقويه. مش لازم يعني العمليه تكون ملتزمه بناس ان انت لازم تاخد الايميل من وزاره التربيه والتعليم زي ما بيحصل، وان انت تخش على المنصه عن طريق وزاره التربيه والتعليم. لا، انت ممكن تعملها بشكل خاص، وده اللي احنا هنشوفه مع بعض. انا النهارده هعمل منصة تعليمية ليا ولاولادي، تمام؟ هنشوف مع بعض خطوة خطوة، والموضوع بسيط خالص، يا ريت تتابعوا معايا. وطبعا انا النهارده ان شاء الله هتعمد ان انا افتح المنصة باللغة الانجليزية، تمام؟ ده حاجتين: اولا عشان اعلمكم انتوا المنصة باللغة الانجليزية مش صعبة ولا حاجة، بالعكس ممكن تكون اسهل بكتير لو انت اتدربت عليها وخدت على اللغة الانجليزية. ثانيا كمان عشان ادرب اولادي ان هم يتعاملوا مع المنصة باللغة الانجليزية ويتعاملوا مع اي ابليكيشن مهما كان باللغة الانجليزية. نخش مع بعض دلوقتي على الكمبيوتر ونشوف خطوة خطوة كيفية انشاء منصة تعليمية خاصة ليا ولاولادي وليك ولاولادك، وان شاء الله هنخش وهتستفيدوا جدا من فيديو النهاردة. هنفتح الكمبيوتر، تمام؟ هنخش على صفحة رئيسية جوجل. طبعا بخش على الايميل بتاعي اهو، تمام، واتاكد ان انت داخل بالايميل بتاعك بتاع جوجل. وهنا في المربعات هنشوف، هنلاقي جوجل كلاس روم، هننزل هندور عليه، تمام. لو مش موجود هنا هيبقى تحت، تمام اهو، ندور عادي موجود جوجل كلاس روم، تمام. اقدر اسحبه اهو واطلعه فوق، تمام، اسحبه تاني. لو انا بستخدمه كتير ممكن اسحبه واخليه فوق خالص اهو. ادي جوجل كلاس روم، بخش عليه اهو، جاري فتح المنصة التعليمية لجوجل اهو، تفتح. انا اقدر دلوقتي اعمل حاجتين: يا اما اعمل جوين اخش لفصل دراسي، او ان انا انشئ الفصل الدراسي. فانا هعمل كرييت كلاس زي ما انت شايف كده اهو، تمام، وتوافق على شروط الخدمة وتقول اوكي كونتينيو. هنا هوت انا بكتب الفصل الدراسي، مثلا انا هتكلم عن اللغة الانجليزية، ان انا هقوي اللغة الانجليزية عند الاولاد. فمثلا هكتب ان ده انجليش كورس مثلا، تمام. هنا السكشن ممكن اسيبه فاضي، طبعا لو انت في مدرسة معينة ممكن تكتب ان هوت الصف مثلا السادس واللغة الانجليزية، وتكتب بقية التفاصيل. هنا بس انا مش محتاج غير ان اكتب انجليش كورس واقول كرييت اهو، هينشئ لي كلاس روم باسم انجلش كورس. اهو تم انشاء المنصة التعليمية. وهنا هو لو تلاحظ ان في حاجة اسمها كلاس كود، الكلاس كود دوت اقدر اديه لاي حد عشان يخش الفصل معايا. يعني لو وقفت عليه اقدر اخده كوبي، تمام. لو دوست هنا اهوت اهو بيكبر قدامي، واقدر اخد ايه علامة كوبي تو انفايت لينك، تمام، واخش واقدر ابعت اللينك دوت لاي حد او يخش بيه الكود، تمام. طيب هنا اهو هننزل تحت، تمام، ونقدر نشوف ايه تاني اقدر اعمله في المنصة اهو. هنا اقدر اكتب اي حاجة في المنصة، بس طبعا لازم الاول اعمل دعوة للستيودنت. هنا اهوت اخش على الستيودنتس، تمام، هنلاقي ان لسه ما عنديش ستودنت. عشان اعمل دعوة للطلاب لازم ابعت لهم اللينك او الكود ده. فانا دلوقتي هاخد مثلا الكود وابعته بطريقتين، هخش هنا اهوت وانزل تحت، تمام، هنلاقي هنا الكود واقول كوبي، هنلاقي هنا اللينك اهو، تمام، واقفل هنا
وبعدين اروح للبيبول يعني اللي هم الطلاب. هنا الطلاب اقدر اضيف طالب او اقدر اضيف مدرس، لو في حد تاني هيدرس معايا نفس المادة اقدر اقف هنا اهوت واضيف مدرس، تمام، او ان انا اضيف الطلب. اضيف الطلبة عن طريق مثلا الايميل بتاعهم، فمثلا انا هبعت لمريم، تمام، لو هي معايا في الكونتاكت هتظهر على طول اهو، خلاص، واقدر ابعت لها انفايت اهو، اقدر ابعت لها انفايت، اختار كل الطلبة اللي انا عايزهم، تمام، عن طريق ان انا ادوس وابعت انفايت. طيب لو انا ما معيش الايميل بتاع الطلبه، كل اللي عليك اللي انت تاخد اللي زي ما قلنا هنا اهوت اهو، بناخد دوت كوبي ونروح للطالب نبعته له سواء بالواتساب او اي بطريقه اخرى. طيب دلوقتي انا بقى هاخد دور الطالب، الطالب اهو مثلا انا هنا، تمام، معاها كود، فبتخش على جوجل كلاس روم، هنفتح هنا وهتدور هي على الجوجل كلاس روم اهو، تخش عليه هيجي لها برضو هنا هو جوين ولا كرييت، هي هتختار هي المرة دي جوين، وتقوم حاطة بيست لل ادي الكود واقول جوين، خلاص كده هو جوينينج، يعني هنا هتخش الكلاس دلوقتي كده هي دخلت الكلاس، وادي ظهر اسمه عندنا الانجليش كورس. طيب عندنا مين تاني؟ عندنا محمد اهو نفس الكلام، هيفتح برضو جوجل كلاس روم اهو، وبعدين نضيف جوين ونخش بيست اهو بالكود ويقول جوينينج، كده كمان محمد دخل الكلاس. طيب نرجع تاني بقى لرؤيتي كمدرس للفصل، تمام، هخش على بيبول اهو زي ما انت شايفين اهو، لاحظنا فين في هنا سيد وفي محمد سيد، الاثنين دخلوا الكلاس، تمام، وهنا مريم جالها انفيتيشن ولكن لسه ما دخلتش. طيب ايه تاني نقدر نعمله عن طريق المنصة؟ عن طريق المنصة في حاجة اسمها ستريم، ستريم ديت كأنك موجود في فصل فعلي فعلا، اللي انت بتكتبه، تمام، هنا هوت في الانونس، تمام، announce something to your class، اي حاجه بتكتبه، تمام، هتظهر لهم هناك على طول. يعني مثلا لو قلت welcome to our course، تمام، وبعدين اعمل بوست، طبعا هنروح هنا هوت عند محمد هنلاقي الكلام ظهر اهو، هو لما بيخش على ستريم تمام يعمل ريفرش بس اهو في ابديت اهو، بيقول في ابديت ستريم ووز ابديتد، اقول له شو الابديت اهو، سيد بعد بيقول ويلكم تو اور كلاس. يبقى اذا اي حاجه اقدر اكتبها هنا اهوت اهو للطلبه بتوعي بتظهر عندنا في الستريم، بكتب مباشره وتظهر لهم مباشره، والطالب يقدر يرد عليا برده بشكل مباشر. طيب ده بالنسبه لموضوع الستريم. طيب عندنا موضوع اسمه كلاس وورك، طبعا هنا زي ما بقول لكم ده رؤية سريعة لجوجل كلاس روم، وان شاء الله في حلقات قادمة ممكن نشرحه بشكل اكتر استفاضة، وممكن كمان نشرحه باللغة العربية للناس اللي عايزة شرح بالعربي. طيب الكلاس وورك هنا هو كل الاعمال المتعلقة بالكلاس، يعني اذا كنت انا بشرح درس بقدر ابعت لهم شرح الدرس، اذا كنت هبعت لهم مثلا questions اسئلة او quiz او assignment بحث يعملوه او اي حاجة، بتكون عن طريق الدخول الى كلاس وورك. هنا هو هعمل كرييت، تمام، وهنفترض مثلا ان انا هبعت لهم اسئله، تمام، فبقول هنا اهو اختار كويتشن، تمام، ممكن اكتب هنا السؤال او ان انا انزل تحت واعمل اد، هنا اقدر اضيف ملف، خش على سبيل المثال اد، واقدر اختار الملف يا اما من جوجل درايف، تمام، في شرح طبعا لجوجل درايف، يا ريت عندي تخشوا على الموقع القناه هتلاقوا فيه شروحات لجوجل درايف، تمام، هنا اقدر ابعت لينك اي لينك من على النت، وهنا اقدر ابعت فايل، وهنا اقدر ابعت حاجه على اليوتيوب. على سبيل المثال انا مثلا هطلب منهم ان هم يخشوا على اليوتيوب، تمام، يتعلموا حاجه عن اللغه الانجليزيه، عندنا هنا قناتنا فيها حاجات تعليميه للغه الانجليزيه، بخش على القناه ابدا واستمتع كرييت فان، تمام، وهنلاقي ان هو تعلم الانجليزيه مع القصص بطريقه احترافيه.
تمام اهو، ده بيتكلم على نفس الموضوع، الكورس اللي انا بنشرح فيه اللي هو الانجليش كورس اهو، واعمل اضافة للينك. خلاص مجرد ما عملت اضافة هقدر ابحث، بس هنا هو اقول ايه، لازم اكتب عنواني هنا هو الكويتشن اللي انا بعته مثلا، اقول تشيك ذس ناو. خلاص واقول مثلا هنا بليز ليسن تو ات. ده هنفترض ان ده السؤال اللي انا طالبه منهم او الحاجة اللي مطلوبة منهم، وبقول اسك. تمام بيتبعت لهم بشكل مباشر دلوقتي لهنا وسعيد. تعال نشوف هنا اهوت، ادي هنا. تمام هتخش هتقول ايه، هتلاقي فين ابديت، تقول شو ابديت، ننزل تحت. تمام هنلاقي هنا هو بيقول لك سيد بعت حاجه اهو، بعت الفيديو اللي موجود على اليوتيوب، تقدر تخش عليه تفتحه وتطلع على المعلومات اللي موجوده في الفيديو وطريقه الشرح اللي انا بعتها لهم عشان يتعلموا عليه. ده كان اول حاجه متعلقه بالكلاس وورك، ان انا اقدر ابعت لينك يوتيوب. طيب اقدر اعمل ايه تاني؟ ارجع تاني للمدرس اللي هو هنا سيد اهو، اقدر اعمل assignment او اقدر ابعت ماتيريال معينه يذاكروها. تمام وهنا اقدر احدد التوبيك اللي انا بتكلم عليه، مثلا هنا هو انا هتكلم عن حاجه تانية مثلا عن تعلم الانجليزيه مع الاوديو بوك او الكتب الصوتيه، فهنكتب ان الموضوع المره دي اوديو بوك. تمام يبقى انا حددت موضوع الدرس كان عن الاوديو بوك، ده في الدرس الجديد. تمام واقدر ابعت فيه كل اللي انا عايزه، ابعت مثلا ماتيريال تاني تتكلم عن الاوديو بوك. تمام اهو هنسميه اوديو بوك، ونبعت فيديو او ملف صوتي اللي انت عايزينه، برضو ممكن نجيب هنا هو موقع اليوتيوب، واقدر ابعت حاجة تكون متعلقة بالتعلم عن طريق الكتب الصوتية. نفس الكلام هنلاقي هنا هو حاجات كتيرة متعلقة بالتعلم عن طريق الكتب الصوتية، على سبيل المثال اهو التعلم مع الكتب الصوتية اهو، ونعمل اضافة. تمام واقول بوست، يبقى انا كده بعت لهم ماتيريال، ماتيريال يطلعوا عليها، وزي ما انت شايف ماتيريال للاطلاع عليها، واقول بوست. طيب اقدر احدد التوبك اهو اوديو بوك اهو اللي هو الموضوع. تمام جوه الفصل الدراسي اللي اسمه انجلش كورس زي ما انت شايفين. طيب هنا هو نقدر نبص على اليمين، انت هنا هو بتبعت لكل الطلبه مره واحده، او ممكن تختار طالب بعينه، يعني هنا مثلا هبعت لمحمد بس، او هنا هبعت لمحمد وهنا وباقي الطلاب، او اقدر اختار من فوق ابعت لجميع الطلاب. مجرد ما عملت بوست تمام هيظهر لهم هناك. تعالى يلا نخش تاني عند هنا مثلا اهو. تمام وتروح للستريم، وهيظهر لها دلوقتي ان في ابديت حصل اهو، ستريم ووز ابديتد، بتعمل شو للابديت، ايه هو اللي حصل ابديت. اول حاجه فوق تمام ان في ماتيريال اتبعتت، حاجه للمذاكره او حاجه للاطلاع، واسمها عنوانها اوديو بوك. بتخش هنا اهوت وتقدر تلاقي اللينك، تدوس عليها وتطلع عليها وتشوف المعلومه اللي انا بعتها. طيب نرجع تاني للمدرس على ستريم. ستريم هنا اهوت تقدر تعمل بيه مجموعه حاجات، زي ما اقولك ممكن تبعت لينك، ممكن تبعت كلام معين تقوله، وهنا تقدر تحدد الطلب اللي انت بتكتب له. يعني انت ممكن تكتب لطالب بعينه مثلا، اختار محمد بس، واقول له مثلا اقول له ركز في الدراسة، او ركز في الفصل. تمام يبقى ده هيبقى مبعوت لمحمد بس مش لباقي الطلاب. دوت امكانية ان انت تكلم محمد، ممكن تعمل ديليت للمسج او تعمل لها ايديت او تعمل كوبي ليها. طيب عندنا في قائمة بيبول هنا هوت برضو ان انا اقدر احدد الطلبة يقدروا يعملوا ايه. هنا لو علمت على كل الطلبة اهو، وفي هنا اكشن، هنا اقدر ابعت ايميل لكل الطلبة مرة واحدة، او ان اقدر اشيل طالب بعينه تمام امسحه، او اقدر اعمل ميوت. هنا ميوت يعني لو انا مش عايز الطلبة يعلقوا على الكلام اثناء الفصل ادوس هنا ميوت. تمام يبقى هنا هوت انا عملت وقف للتعليقات تماما خلال الفصل، يعني محدش مسموح له اهو،
محدش مسموح له يكتب اي تعليق. تمام، ده كانت رؤية للقائمة بيبول. وهنا طبعا اقدر اضيف زي ما قلنا، اما اضيف تيتشر معلم او اضيف طالب، واي طالب جديد يقدر يضاف من خلال علامة بلس. طيب نخش تاني لعلامة الترس. هنا هوت فيها حاجات جميلة برضو نقدر نتعرف عليها اكتر. تمام، ان انا لو حبيت ان انا اوقف ان مفيش طلبة يخشوا تاني على الكود بتاعي، يعني مثلا انا عندي طلبة مثلا 3 طلبة مش عايز طلاب جدد، يقدر اخش هنا هوت. تمام، واختار ان انا اوقف الارسال للمجموعة، بخش هنا هوت واعمل تيرن اوف. تيرن اوف هنا هوت معناه ان انا وقفت الانفيتيشن خالص، يعني مفيش حد يقدر يخش الكلاس جديد، خلاص هما الطلبة اللي موجودين دول بس هما اللي يقدروا يطلعوا. وديت برضو ميزة جيدة ان مش اي حد معاه الكود يقدر يخش على الكلاس، لا انت خلاص حددت طلبة معينين يقدروا يخشوا على كلاس، وبعدين بتقفل الكلاس عليهم عشان مش اي حد يخش على الكلاس. طيب نرجع تاني نخش هنا هوت. هنا الجريدز، لو انا بعت اسئلة تمام وحد رد عليها، فبقدر اعلم الاسئلة بتاعته واديله درجات. يعني على سبيل المثال تمام، نروح للطالب من الطلاب هنا هوت. تمام، نشوف مثلا محمد، نشوف الابديت اللي كان مبعوت له. الاولاني هنا كان عبارة عن كويتشن. تمام، هنا ممكن يكتب مثلا the answer، يعني تم الاجابة مثلا، والسن تم الارسال اهو وبعد. فكده محمد رد على السؤال اللي انا كنت بعته. نرجع للمعلم ونشوف. تمام، اهو ايه اللي انتم ملاحظينه ان هوت، لما دخلت على قائمة الجريدز لقيت ان في محمد سلم حاجة والدرجات بتاعته اهي من 100، يعني انا اقدر اقف ان هو واديله درجة بعد ما اقرأ اللي هو بعته. تمام، اقدر اخش واديله درجة عليه اهو، فبقول مثلا اديله 80%. تمام كده خلاص اديته درجة، اقدر ابعتها له كمان اقول له ريتيرنها، ابعت الدرجة لمحمد. ولو عايز اعمل له كومنت اقول له مثلا تراي هاردر، يعني حاول اكثر بشكل مجتهد اكثر. تمام، وبعتها له. هنروح لمحمد هنا هوت، هنلاقي ان المدرس جريدد اهو، تم تعليم الموضوع. تمام، وانه بعت له كومنت. تمام اهو، لو في حالة ان انا علمت الاسئلة وردتها له تمام، فبيقدر محمد يخش يطلع على الإجابة اللي أنا علمتها والدرجة اللي خدها ده الطالب أهو. طيب ده كان رؤية سريعة للموضوعات المتعلقة بجوجل كلاس روم. الموضوع طبعا ممكن يكون متعلق أكتر بحاجات تانية في الفصول، يعني مثلا أنا ممكن أربط الجوجل كلاس روم بالجوجل ميت، إن أنا أقدر أبعت لينك فيديو وأخلي الفصل كله يكون مطلع معايا على نفس الفيديو، وده ان شاء الله ليها شرح تاني في فيديو قادم. اتمنى ان تكونوا الشرح وصل لكم بشكل جيد وتكونوا استفدتم منه، وياريت ما تبخلوش علينا بشير وسبسكرايب ولايك للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله.